طارق بونجم، دكتور في العلوم الاقتصاديه والتدبير، ورئيس مصلحه تتبع برنامج التنميه الجهويه بمجليه فاس مكناس، والنائب الاول لجمعيه الاعمال الاجتماعيه للموظفين وعاملين بمجليه فاس مكناس. طبعا هذا اللقاء او هذه الندوه تاتي في اطار الانشطه وفي اطار برنامج العمل ديال جمعيه الاعمال الاجتماعيه لموظفي مجليه فاس مكناس والعاملين بها، طبعا من اجل وبشراكه مع المنتدى الباحثين في الاقتصاد والماليه، يعني المشتغلين في الاقتصاد والماليه. هذه الندوه تاتي في اطار القافله الثامنه والنسخه الثامنه من التعريف بقانون الماليه لسنه 2023. وطبعا هذا اللقاء يندرج في اطار ايضا تنويع انشطه جمعيه الاعمال الاجتماعيه لمجليه فاس مكناس انطلاقا من برنامجها السنوي، حيث ان جميع المداخلات التي تمت برمجتها على مستوى طبعا هذا اللقاء تهم بالاساس مستجدات قانون الماليه لسنه 2023، وايضا تقاطعات قانون الماليه مع طبعا الجماعات الترابيه وخصوصا مجالس الجهات، اضافه الى مجموعه من المواضيع الاخرى التي تهم يعني الشباب داخل يعني قانون الماليه او مستجدات قانون الماليه سنه 2023 فيما يخص الشباب المملكه. يعني عرف هذا اللقاء حضور السيد نائب الرئيس السيد عبد الحق ابو سالم، وطبعا ايضا السيد الخازن الجهوي والسيد المدير الجهوي للضرائب، اضافه الى السيد الاستاذ عبد الرزاق الهيري مدير مختبر ليغيفيمو. يعني عرفت يعني طبعا الجلسه الافتتاحيه كلمات لنائب رئيس مجليه فاس مكناس ولمدير المختبر وللخازن الجهوي وطبعا المدير الجهوي للضرائب، اضافه الى طبعا رئيس منتدى الباحثين في الاقتصاد والماليه، يعني التابع لوزاره الاقتصاد والماليه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.